دايما بنسمع كده فندم، لما حد يكون هيتبرع او كده بيقولوا له ان انت لما تتبرع بالدم هتحصل على فوائد كتيره جدا، هل الكلام ده صحيح؟ صحيح طبعا. هي التبرع بالدم دي من الناحيه الصحيه، يعني عالميا احنا بنوصي الناس دايما بفكره انه التبرع المنتظم بالدم يبقى ليه فوائد صحيه. مبدئيا كده الشخص بيجدد نشاط خلايا نخاع العظام اللي هو مصنع الدم، لانه اللي احنا في جسمنا حوالي من 5 ونص لتر دم، احنا بنتبرع بحوالي نص لتر من الدم. ده بيخلي نخاع العظام انشط في تصنيع الجسم، ربنا بيخليه يعوض كرات الدم الحمراء اللي هو اتبرع بيها دي بكرات دم حمراء اكثر شبابا وحيويه، تقدر تنقل الاكسجين بشكل احسن، فبتدي له نشاط يعني وحيوية. هنرجع شباب في يا نفس دكتور. الوقت على المدى البعيد، اتفضل يا فندم. وحضرتك هنرجع شباب لما نتبرع بالدم. طبعا ده حقيقي والله فعلا. احنا بنشوف النماذج على مستوى العالم اللي هم بيتبرعوا بشكل منتظم، بنلاقي ما شاء الله الناس كلها بتديهم سنه اقل من سنهم. لا دي مساله ملحوظه فعلا يعني. فاحنا في مصر دلوقتي عندنا بعض النماذج الايجابيه، عندنا ناس ما شاء الله تبرعوا اكتر من 50 مره على مدى يعني 20 سنه او واكتر، وما شاء الله ما شاء الله الناس بصحه جيده جدا والحمد لله. وده يمكن ما كانش وارد في مصر قبل كده، لكن دلوقتي الحمد لله عندنا برامج للتبرع المنتظم بالدم في كذا جمعيه اهليه وبرعايه المركز القومي لنقل الدم بوزاره الصحه، وعندنا ما شاء الله متبرعين بالدم على مدى السنوات السابقه منتظمين. لكن لسه العاده دي ما بقتش ثقافه منتشره الحقيقه، ان الثقافه المنتشره زي ما حضرتك بتقول هو ان التبرع بالدم عند الحاجه، لما يحصل حادثه، لما يحصل حد داخل عمليه في حالات محدده. لكن الحقيقه احنا كل يوم على مستوى العالم طبعا وفي مصر بشكل خاص محتاجين للدم في حالات كتير جدا، حالات مزمنه، امراض وراثيه، امراض بعد شر على الجميع يعني امراض الاورام، احتياجات كتير للدم بشكل متكرر طبعا في حالات النزيف ما بعد الولاده. كل دي بتبقى حالات حرجه، سواء الاحتياج للدم حاد وحرج وبيفرق في حياه الشخص في اللحظه نفسها او على المدى البعيد، زي ما قلنا مرضى محتاجين لنقل الدم المنتظم عشان يعيشوا. يعني زي ما بنقول كده الرساله بتاعت وي لاف بيكوز يو جيف، نحن نعيش لانك تعطي، لان العطاء هو سبب الحياه.